نعود الآن إلى هنا ونبدأ البحث والتفكير في موضوع العناصر، عناصر البناء أو المباني الأخرى التي ستكون متواجدة حول المسجد وتشكل مدينة ككل أو قرية صغيرة. أعود مرة ثانية إلى موضوع البحث وأقوم بالبحث عن شكل التكوين البعيد للقرى أو المباني من بعيد. فمثلا هذه الصورة تظهر لدي السلويد أو شكل المباني للمدينة من بعيد، وكما نشاهد ويظهر لدينا دائما أنها لا تبدو منتظمة أو مستوية تماما، إنما متعرجة وبها العديد من النتوءات القباب من بعيد أو المساجد أو المباني المرتفعة أو المآذن أو ما أشبه بذلك. هنا لدينا أيضا صورة أخرى عن بعض الأمثلة، تظهر لدينا الأشجار والخطوط المتعرجة والمرتفعة والمتقطعة. هذه عبارة عن مجموعة مكونة من مركبات لمباني، وبذلك نحن بحاجة إلى البحث أو صناعة أو تصميم مركبات لمباني وإعادة تصميمها أو إعادة تدويرها وتشكيلها من أجل إعطاء شكل عام لقرية أو مدينة. سأكمل الآن البحث السريع في بعض الصور. نشاهد هنا التعرجات وعدم التقطعات، وهنا لدينا أيضا في صورة قبة الصخرة المشرفة والمسجد الأقصى، تظهر لدينا أيضا الصورة من بعيد وهي السيلويت كما قلنا سابقا. وهنا صورة أخرى، صورة جميلة جدا تذكرنا بحنيننا وشوقنا إلى المسجد الأقصى والقبة الصخرة وإلى القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، نسأل الله أن يعيدها إلينا، آمين يا رب العالمين. إذن أعود الآن إلى الشكل الذي أريد أو أفكر به. فمثلا لدي هذا الشكل وهو عبارة عن تعرجات أو تكسيرات كمشهد لقرية من بعيد. وهنا بدأت تصميم مباني وكنت مهتم جدا بموضوع السلويت، فهي ليست مباني مكعبة فقط، إنما هي تحتوي على العديد من الأشكال. مثلا هنا لدينا درج بشكل مائل، هنا لدينا شكل هرمي، هنا لدينا شكل خارجي، وهي أشكال ليست مفتوحة إنما متراكبة ومعقدة قليلا، من أجل وعند إعادة تدويرها أو عمل نسخ منها وتدويرها وإعادة تشكيلها تبدو لدينا بأشكال أخرى ومباني مختلفة أخرى من زوايا أخرى مختلفة. هنا لدي شكل أشبه بالمسلة المصرية أو ما إلى ذلك، وهنا لدينا شكل السقالة، هنا لدينا شكل خزان ماء، وهنا لدينا شكل آخر لمبنى مختلف، وهنا لدي شكل آخر مختلف بقبة. عند إعادة تصغير هذه المباني سأعمل نسخة منها، إذن كما نشاهد هنا قد أضطر إلى عمل تصميم مبنى أو مبنيان آخران، لكن نشاهد هنا أن الأشكال مختلفة تماما تقبل أن تكون مركبة مع بعضها البعض، وذلك لأن الشكل يسمح بذلك. بالإضافة إلى مثلا لو أردنا إعادة تنسيق الصورة كشكل برسبكتيف أو استخدام المنظور من هذه الزاوية، لوجدنا أنه بإمكاننا إعادة عمل نسخ مختلفة من هذه المباني. أو ما إلى ذلك. لوجدنا أنه صار لدينا من الوهلة الأولى عبارة عن مجمع صغير من المباني الذي يشبه
أو قد يصلح لأن يكون مناسبا لتكوين بنية مدينة. ولو حاولنا هنا، عفوا، لو حاولنا هنا أن نوجد خطوط للشوارع لكان ذلك قد يصلح من خلال إعادة تركيب المباني. إذن هذه كما قلنا هذه أشكال المباني التي قمنا بتصميمها. نعود الآن إلى الصورة الرئيسية ونبدأ بالتفكير فيما إن كان هناك عناصر أخرى نحن بحاجة لإعادة بنائها. نحن بحاجة إلى رسوم لأشجار، لكن بدلا من البدء بعملية تصميم للأشجار، كثير ما يكون لدينا هنالك صور بمكتباتنا أو عبارة عن أشكال أو عناصر جاهزة لدينا. في حالة هذا العمل قمت باستخدام الأشجار والمباني الأشجار والشجيرات الموجودة في برنامج فيو، لذلك لم أقم بعمل تصميم لأشجار أو شجيرات. ننتقل إلى الجزء التالي. الآن أبدأ بالتفكير في الألوان التي سأقوم باستخدامها والتي سينتهي أو ستكون عليه حالة العمل النهائية. فأبدأ بتوزيع الألوان كما أتخيلها. فمثلا أريد أن يكون لون السماء مثلا أزرق تقريبا. وهنا أريد أن يكون اللون أفتح تقريبا. وهنا أريده أن يكون مصفر قليلا. وهنا أريده أن يكون أبيض بوجود الغيوم. وقد يكون من خلال ظلال الغيوم قد يكون بها بعض الرمادي. أقوم بعمل ملتي بلاي ودمجها بالألوان. وأقول هنا أريد أن يكون لون القمر بني بعض الشيء. نلاحظ أنه هنا لا أهتم بالدقة، إنما مجرد توزيع ألوان من أجل الحصول على تخيل أفضل للعمل قبل الشروع باستخدام برامج الـ 3D ثلاثية الأبعاد وما إلى ذلك، والغوص بتفاصيل غير مخطط لها مسبقا مما ستؤثر على العمل النهائي بأنه أو أثناء العمل بأن الأفكار والأشياء غير واضحة، وبذلك ستأخذ وقت أكثر بالتفكير بها. وكما أتخيل سيكون بها بعض الخضرة من خلال الأشجار والنباتات، فأقوم بوضع بعض التفاصيل على الأجزاء الأخرى المختلفة. قد يكون هنا بعض التفاصيل الأخرى. سأقوم باختيار درجة أخرى من الخضرة من أجل إعطاء تنوع باللون.
لا بأس إن زادت أن ابتعدت الفرشاة قليلا. كل ما هنالك هو الحصول على المراد، الحصول على تخيل أكثر وأفضل للعمل. سأقوم الآن باختيار اللون الأسود تقريبا، أو أفضل البني الغامق من أجل إعطاء تفاصيل أخرى. القمر هنا أتخيل المباني صفراء تقريبا، الغيوم لدي هنا غيوم سيكون لونها أبيض تقريبا، وقد استخدم طبقة أو لاير آخر والطلاء عليه. وقد أقوم باستخدام البلند مود من أجل الحصول على تصور أفضل. أو بإمكاني عمل بلر، مؤثر البلر. إذا تقريبا هذا هو الألوان المبدئية التي أنا أتخيلها، وعند عمل زوم أو تصغير الشاشة يبدو لدي تصور أفضل. يبدأ التصور بالنضوج أكثر فأكثر. هذه طريقة التلوين السريعة، وهي ليست يعني طريقة أفضل الطرق بالتلوين، إنما هي طريقة سريعة من وجهة نظري كمخرج للعمل وليس كرسام. أنا حاليا أفكر كمخرج ولا أفكر في موضوع التكنولوجيا من خلال 3D أو After Effect أو الصوت أو الأشياء الأخرى، إنما أفكر بجميع العمل ككل، كوحدة واحدة. من بعض الطرق التي قد نقوم باستخدامها والتي قد تساعدنا بالعمل كثيرا هي طريقة المات بينتينج، وهي ليست عبارة عن استخدام الفرشاة وإنما عبارة عن استخدام الصور كريفرنس أو كعناصر مستخدمة بالصورة. فمثلا أقوم بالبحث عن صور مناسبة للعمل، قد تكون مناسبة للعمل من مبدأ الإلهام. فمثلا لدي هنا صورة الغيوم، فسأقوم باستخدام هذه الصورة وأفضل هذه أكثر. إذن أقوم بمطها، ثم أعمل بلند مود ملتي بلاير أو شيء من أجل أن أرى فقط مكان العمل، أو بإمكاني إضافة بعض الأشياء. فهنا يظهر القمر. أستخدم الماسك وأقوم بإخفاء العناصر الزائدة. فمثلا أنا لا أريد الخضرة هنا، إنما أريد أن أستخدم فقط الغيوم. وعند إظهار العمل نشاهد الغيوم قد غطت المنطقة العلوية.
نعود إلى استخدام صورة أخرى. فمثلا أنا أريد أريد أن تكون هذه المنطقة مغطاة بالغيوم أو أشبه وكأن القمر يجلس فوق الغيوم. استخدم الماسك كثيرا. هذا ما لدي، لاحظوا الفرق. قد استخدم غيوم اخرى باستخدام الأداة ستامب. وهنا آتي إلى أشاهد ماذا لدي من الصور أيضا. هذه الصورة سأقوم بترتيب اللايرز إلى الأعلى من أجل المحافظة على المعاينة الأفضل، وأقوم بإعادة الصورة، وقد أقوم بإعادة أمحي الأطراف الزائدة من الألوان كي لا تقوم بالتشويش، لكن لا داعي لذلك الآن. سأقوم الآن بالتفكير ببعض الصور التي قمت بإدخالها. حسنا، لدي هنا صورة، جزء من صورة تراب أو صورة تكستشر أو نقش لصورة القمر، فبإمكاني أن أقوم باستخدامه الآن. طبعا أنا أتحدث الآن أقوم بعمل مات بينتينج سريع، وليس يعني ليس الهدف من هذه المادة تعليم كيفية عمل المات بينتينج والصور الفنية أو دوبلاج الصور ومونتاجها، إنما كيفية استخدام هذه التقنيات بالعمل قبل الشروع باستخدام برامج ال 3D. طبعا أنا أستخدم قلم إلكتروني، وفي الحقيقة هناك تحسس من موضوع ما هو القلم الذي تستخدمه، لدرجة أنه بدأ بعض الناس يشعر أنه إذا لم تستخدم قلم الواكم لوح الواكم مرتفع السعر فإنك لن تنتج أي عمل فني بمستوى عالي، وهذا بعيد عن كل الدقة والصواب. أنا شخصيا قمت باستخدام أكثر من نوع، من ضمنها نوع واكم، نوع الثمين، وهو النوع الثمين وأستخدمه دائما، واستخدمت نوع آخر هو جينيوس وهو قليل الثمن، واستخدمت نوع ثالث وهو لاباتس نوع ثالث، كلها تعطيك جودة مناسبة لعملك أو مقبولة لعملك، إنما الفن يعتمد على مهاراتك الذاتية. نعم، قد يوفر لك اللوح الواكم حساسية أفضل وبعض المواصفات التي تعطيك راحة أكثر بالعمل، لكن صدقوني نهاية العمل الفني لا علاقة له بالتكنولوجيا. فمثلا بعض الفنانين، نشاهد بعض الأعمال باستخدام الماكس لبعض الفنانين والبعض الآخر، لدرجة أن نشعر بأنه العمل النهائي يعني كما يقال بعد السماء عن الأرض من مستوى فارق العمل، مع أن الاثنان قاما باستخدام نفس التكنولوجيا. ونحن كثيرا في البلدان العربية نشعر بأن التكنولوجيا أو البرنامج أو اللوح الإلكتروني أو الجهاز هو العائق. لا لا، يعني قد يكون ذلك أحد الأسباب التي تؤثر قليلا، لكن الفن ينبع من الداخل، والجهد الكبير في العمل لا علاقة له بالتكنولوجيا بقدر ما هو له علاقة بإبداع الشخص في العمل نفسه. إذا نشاهد هنا القمر، وقد أقوم الآن بتغيير الفرشاة وتصغيرها من أجل
عفوا أجل الحصول على تفاصيل أفضل. نشاهد هنا صورة القمر، وبإمكاننا أن نقوم باستخدام فرشاة فوقها، أو بإمكاننا أن نأتي بصور أخرى، أو أن نقوم بتغيير الفرشاة، أو أن نقوم مثلا على سبيل المثال خدعة بسيطة وهي عبارة عن استخدام البفل، والتي ستعطينا عفوا أنا قمت بتطبيقها على لاير فارغ. هنا بدأنا نشعر بالإحساس بالعمق للمجسم، وبإمكاننا تغيير الألوان. وبإمكاننا أيضا عمل كيرف أو اختيار مؤثر أو باراميتر أو كنترول إم، لا أدري ما الذي يحصل الآن. إذا سأختار لير آخر وأكمل، لا أدري ما الذي حصل. و أقوم الآن باستخدام فرشاة أخرى. أقوم بعمل بلند مود. حسب ما يناسبنا. طبعا بإمكاني أنا هنا أن سأستخدم هذه الصورة، وسأقوم بإزالة الأشياء الزائدة بطريقة سريعة. سأقوم بوضعها هنا. أيضا هنا لدي بعض الخضرة، سأقوم باستخدام ماسك آخر من أجل إزالة الأشياء والزوائد الأخرى. أنا أعتذر إن كان صوتي منخفض قليلا، لكن من أجل أنني قمت بإبعاد الميكروفون قليلا من أجل استخدام القلم والعمل. طبعا بإمكاني أن أقوم بإحضار صور لأشجار من غابات من بعيد، وأقوم بوضعها هنا من أجل تخيل صورة أفضل. لكن نعود ونؤكد إلى أننا نتحدث عن الموضوع الرئيسي للعمل، وهو التخيل من أجل إنتاج صورة أفضل ما تكون أو بأفضل المستويات. سأقوم الآن برفع هذه الصورة، وأقوم باستخدام بلند، أحد طرق البلند. إذن هذه الصورة العامة التي توصلت إليها الآن مبدئيا. طبعا هنا بعض المباني والأشياء الأخرى، نشاهد هنا الغيوم، وهنا غيوم من نوع مختلف قليلا. طبعا أنا قد أقوم باستخدام أو قص غيوم من مكان آخر، مثلا هذه الغيوم
قد أقوم بقصها ووضعها هنا من أجل تخيل كيف ستكون الغيوم.